بعد ما عرفنا التحيات في اللغة الألمانية، وعرفنا الحروف، وعرفنا الضمائر الشخصية، وعرفنا تصريف الأفعال الضعيفة وتصريف الأفعال القوية، جه النهاردة الدور على المحادثة. Das Gespräch يعني المحادثة. المحادثة شيء مهم جدا. نبدأ كده بأول حاجة مع بعض كده. Wie heißt du؟ Wie heißt du؟ Wer bist du؟ Wie heißt du بتساوي Wer bist du؟ الاتنين معناهم من تكون أنت أو ما اسمك، يبقى هما الاتنين بنفس المعنى. ما اسمك أو من تكون أنت. قابلت واحد ما تعرفوش فبتقول له Wer bist du؟ في هايست دو، يبقى دي اول سؤال، اول سؤال مهم جدا. لو بسأل واحد عن اسمه هقول له تاني في هايست دو فير بيست دو. طيب واحد بيقول لك في هايست دو او فير بيست دو، هترد تقول ايه؟ ايش هايسه، ايش هايسه يعني انا اسمى هير احمد، انا اسمى السيد احمد. كلمه هير معناها الساي. او ممكن اقولها بصيغه تاني، ايش بين احمد، انا اكون احمد. يبقى عندي السؤال عن الاسم، لو بسال واحد عن اسمه بقول في هايس دو او فير بيست دو، الاجابه ايش هايس واكتب الاسم، او ايش بين واكتب الاسم. ده بالنسبه لي السؤال عن الاسم. نخش على سؤال تاني، السؤال عن الموطن او الاصل. قابلت واحد اجنبي مش عارف هو منين، فانت بتقول له من اين تاتي مع بعض. Woher kommst du؟ Woher kommst du؟ كلمه Woher kommst du يعني من اين تاتي انت، الاصل بتاعك او المنشا. كمل كده بقيه السؤال. Aus Spanien. Aus Spanien يعني من اسبانيا. هو بيساله بيقول له انت منين؟ Woher kommst du يعني انت منين؟ من اسبانيا؟ هل انت من اسبانيا؟ هيرد يقول له ايه؟ Nein. كلمه Nein معناها لا. Ich komme aus Deutschland يعني انا اتي من المانيا. يبقى انا عندي السؤال عن الموطن ده كده Woher kommst du، من اين تأتي، ده السؤال عن الموطن. يبقى كده خدنا السؤال عن الاسم في هايست دو فير بيست دو، السؤال عن الموطن وهير كومست دو. نخش على سؤال تاني مع بعض. في جيتس. في جيتس، كلمة في جيتس يعني كيف الحال، عامل ايه؟ في جيتس اينن. في جيتس اينن، في جيتس اينن معناها كيف حال حضرتك. او كيف حال سيادتك، انما في جيتس يعني كيف الحال بصفة عامة. يبقى تاني في جيتس كيف الحال، في جيتس اينن كيف حال حضرتك. طيب لو واحد بيقول لي كيف حالك، كيف حال حضرتك، الإجابة إيه؟ برد بقول جود، جيد. دانكي، جود دانكي يعني شكرا بصحة جيدة. جود دانكي، جود يعني جيد، وكلمة دانكي يعني شكرا. يبقى دي السؤال عن الحال. يبقى احنا كده لحد دلوقتي خدنا السؤال عن الاسم، مهم جدا ضروري جدا. دي في حاجه اسمها الفورشتيلونج يعني التعارف، انا بتعرف على حد بقول له اسمك ايه، من اين تاتي. يبقى في جيتس يعني كيف الحال، في جيتس اينن يعني كيف حال حضرتك او كيف حال سيادتك. الاجابه جود كويس، دانكي يعني شكرا. طيب السؤال اللي بعده نركز كده معايا.
Where is thus? Where is thus? كلمة where is thus معناها من يكون هذا؟ من يكون هذا؟ where is thus؟ من يكون هذا؟ الإجابة أقول هذا يكون thus is واكتب أي اسم thus is توم thus is أحمد. تاني where is thus؟ من يكون هذا؟ الإجابة thus is يعني هذا يكون واكتب الاسم. وكده خدنا السؤال عن الاسم. نراجع كده سريعا السؤال عن الاسم في هايست دو أو where best do؟ ما اسمك او من تكون انت؟ ده اول سؤال عن الاسم. حفظته؟ خش على السؤال اللي بعده. السؤال عن الموطن او الاصل. Woher kommst du؟ Woher kommst du؟ من اين تاتي انت؟ Aus Spanien؟ هو بيساله بيقول له من اسبانيا؟ هيرد الثاني يقول له ايه؟ Nein. كلمه nein يعني لا. Ich komme aus Deutschland. انا اتي من المانيا. السؤال اللي بعده السؤال عن الحال. Wie geht's? Wie geht's? كيف الحال؟ أو Wie geht's Ihnen؟ كيف حال حضرتك؟ أو كيف حال سيادتك؟ ده بسأل عن الحال. الإجابة بقول له Gut جيد. Danke يعني شكرا. السؤال اللي بعده Where is das؟ يعني من يكون هذا؟ الإجابة Das ist Tom. كده يبقى احنا خدنا أول محادثة بسيطة عن التعارف في اللغة الألمانية. سلام.